نأخذ من يكتب التاريخ. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال لقائه الضيوف والمشاركين في ملتقى الشارقة الدولي للراوي بنسخته 15 أن الرواية تعتبر جزءا مهما من مكنون التراث الثقافي العربي الذي يضم الكثير من القيم والأخلاق الأصيلة التي تعبر عن الواقع الاجتماعي وتقدم الحكم خلالها. هل الراوي صادق؟ هل ما يقول صدق؟ هنا السؤال.